أقدم مسلحون في محافظة عدن على اغتيال مدير عمليات أمن المحافظة العقيد عبد الحكيم الصنيدي. وذكر شهود عيان أن مجهولان على متن دراجة نارية أطلق النار على الصنيدي لدى خروجه من منزله في حي المنصورة، ثم لاذ بالفرار. وتشهد عدن عمليات اغتيال وتفجيرات واسعة تنفذها عناصر القاعدة والإصلاح بحق المواطنين بدعم وغطاء من قبل قوات العدو السعودي. صرح مصدر أمني يمني مسؤول في صنعاء بأن الانفجار الذي وقع مساء أمس أمام السفارة الأمريكية بحي صعوان شرق